السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين نرحب بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الثوره وموضوعنا لهذا اليوم موضوع شائك قليلا العمل السياسي ولمناقشه هذا الموضوع ضيفنا الدكتور حسين عبد الهادي والدكتور حسين عبد الهادي عضو الامانه العامه في المجلس الاسلامي السوري وله كتابات في فقه الثوره والفقه السياسي اهمها كتاب العولمه النيو ليبراليه وخيارات المستقبل. نرحب بكم دكتور حسين. حياكم الله استاذ حسيفه وحيا الله المشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور ما رايكم باراء الناس حول العمل السياسي؟ حقيقه انا اوافق الاخ لان كثير من العمل السياسي في العالم قائم على المكيافيليه يعني على الكذب وعلى الزور ولكن نحن كمسلمين كم لنا قواعدنا الخاصه فلا يمكن ان نكذب في السياسه. فنحن عندما نمارس العمل السياسي يكون عملنا قائم على الصدق وعلى الامانه ونكون حقيقه لاننا لا نتكلم الا لاجل مصلحه الشعب ولا يمكن للمسلم ان يكذب على الناس. نعم نحن نختلف عن الاخرين فعلا العمل السياسي في العالم كله قائم على المكيافيليه على الغايه وتبرر الوسيله. نحن علينا ان نعطي صوره اخرى للعمل السياسي لأن يعني العمل السياسي عندنا في الإسلامي قائم على المبادئ الصحيحة قائم على الأخلاق لأنه عندهم لا أخلاق في السياسة نحن عندنا في العالم العربي والإسلامي نحن لا بد أن يكون في السياسة أخلاق نعم دكتور هذا يجرنا لسؤال كثير من الإسلاميين الآن يدعو يقول يعني أعوذ بالله من ساسة ومشتقاتها وأيها الإسلاميون اتركوا السياسة واعملوا بالدعوة السياسة فن الكذب والخداع واللف والدوران ما رأيكم بهذا الطرح؟ ليس معنى هذا إذا كان كنا ننقد الناس على اتجاهاتهم في السياسة والسياسة التي مورست في عالمنا العربي من قبل الأحزاب العلمانية أو من قبل الليبراليين أو من قبل الاشتراكيين فحقيقة أكثرها ما نقول كلها كانت قائمة على الكذب وذلك من حق الأخ ومن حق الشعب أن يقول إن السياسة فأنا قائمة على الكذب ولكن نحن كمسلمين عندما نمارس دورنا وفق مبادئنا إذا لنبين للعالم أن السياسة تقوم على الصدق وليس على الكذب دكتور ما حكم المشاركة في العمل السياسي في ظل الحكومات والأنظمة القائمة والله أنت كإنسان مسلم أخي الكريم لا بد أن تعمل في الميدان لأنك عندما تترك الميدان لغيرك عندئذ حقيقة غيرك يتحكم فيك وغيرك يصدر قرارات وغيرك يصدر قوانين فأنت لا تستطيع أن تواجه اذا لابد ان تواجه ان تشترك في العمل العام وخصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره والله سبحانه وتعالى في ايات كثيره انه على الانسان ان يعمل كلكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته <applause> اذا عليك ان تهتم بشان العام لا تنحصر في الزوايا وخصوصا المعركه اليوم في العالم العربي الاسلامي هي معركه فكريه معركه سياسيه معركه اقتصاديه فلا بد ان تخوض هذه المعركه دكتور يوجد بعض الناس يرفضون العمل السياسي برايهم ما هو البديل؟ والله يعني ليس كل الناس يصلحون للسياسه يعني انا حقيقه اريد ان اعمل في الدعوه ولا اعمل في السياسه ولكن الانسان قد يضطر ان يعمل في السياسه والسياسه ليست حرام لان السياسه جزء من الاسلام لانك من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم إذا عليك حقير أن تهتم بالمسلمين وأن توجههم وأن تدلهم على الطريق الصحيح وأن تقف في وجه من يريد أن يضلل المسلمين إذا عليك أن تخوض السياسة نا. ولكن بصدق يعني ماذا يحقق هؤلاء وهم بعيدون عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ماذا سيحققون إذا هنا إذا يعني يعني هنا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا إذا ابتعدنا طيب من سيشارك؟ من سيعمل؟ من سيصحح؟ اذا لابد لبعض الناس من المسلمين ان يشاركوا في السياسه حتى حقيقه يرسم الطريق الصحيح حتى لا يكون هناك انحرافات، حتى لا يكون هناك تضليل للمبادئ المستورده، انت عليك ان تبين اسلامك الصحيح للناس، اذا لابد ان تأخذ السياسه. نعم. يعني برايكم دكتور هل الاولى حاليا العمل مع الانظمه القائمه ام الاولى الانتظار الفرصه السانحه للانقلاب على السلطه والانقلاب على الدستور؟ حقيقة أخي الكريم هذه الأنظمة فرضت علينا بعد خروج الاستعمار لا. العلمانية والاشتراكية وغيرها من المبادئ فنحن مغلوبون على أمرنا إيه نحن إذا لا بد أن نواجه هذه الأنظمة حقيقة بالحكمة والموعد الحسنة أنا لست مع حمل السلاح ولكن اضطررنا أن نحمل السلاح مثل ما في سوريا فرض علينا حقيقة المعركة ولكن أنا أرى في العالم العربي والإسلامي أن نواجه الأنظمة بالفكر نواجه الانظمه بالحوار، نواجه الانظمه بالراي الصحيح، اذا لابد. اذا نحن نقول لهؤلاء اذا كنتم تدعون الى الديمقراطيه، اذا نحن سنشترك براينا بتميزنا، بفكرنا ونترك الامر لصناديق الانتخابات. نعم، النتيجه تاتي بها صناديق الانتخابات نعم هذا صحيح جميل، دكتور هل هناك تعارض بين العمل الدعوي والعمل السياسي؟ ام يجب التفرغ لأح لاحدهما؟ لا يوجد هناك تعارض، لان السياسه جزء من الاسلام. لا. الإسلام دين شامل كامل لجميع الجوانب الحياة الإنسانية، فالسياسة حقيقة جزء من الإسلام، والعمل الدعوي المسلم مكلف أصلاً في العمل الدعوي. لا. أنا ما أرى هناك في تعارض بين العمل الدعوي والعمل السياسي، ولكن إذا أراد الإنسان فقط أن يختص بالعمل الدعوي نقول له جزاك الله خير، ولا نطلب من جميع الناس أن يعملوا في السياسة، لا. ولكن إذا الإنسان عمل في الدعوة وفي السياسة نقول له جزاك الله خيراً، ما في أي مشكلة حقيقة. جميل. دكتور ما هو السبب ان دائما العلاقه بين الحكومات وبين الاسلاميين يعني علاقه تشوبها التوتر والحذر والخوف ما السبب برايكم؟ لان المشكله اخي الكريم يعني هذه الحكومات حقيقه يعني انحرفت على الطريق الصحيح. هذه الحكومات ظلمت الناس. هذه الحكومات منعت الحريه على الناس، هذه الحكومات حقيقه ما قدمت اشياء ايجابيه للناس، فالاسلاميين هنا يعترضوا على الحكومات. يعني هم يقولون لماذا تعامل الشعب بهذا الشكل نعم. والإسلاميون يطرحون بديلا لهذه الأنظمة الموجودة إذا شيء طبيعي أن يحصل صراع بين الإسلاميين وبين هذه الأنظمة الوضعية نعم صحيح دكتور تكييف الفقه لمصطلح الانتخابات يعني أردنا أن نطلق عليه حكم شرعي ما هو التكييف الفقه الشرعي أخي الكريم يعني في بداية الإسلام يعني كان عندما تعيين أو طرح أو, أو يعني رأي الناس فالانتخابات هو لفظ عربي يعني مصطلح عربي الانتخابات الكريمه يعني ولكن لا مانع عندنا حقيقه من الناحيه الفقهيه ان يحصل انتخابات وحصل هذا حقيقه عندما رشح بعض الخرفاء كذا اخذوا راي الناس اخذوا راي اهل الشورى شيء طبيعي هذا فما في اي مشكله ان شاء الله نستطيع ان نقول ان الانتخابات لون من ألوان او صوره من صور الشورى ممكن ممكن لانه في الاسلام ما حدد لنا الوسيله ترك لنا الوسيله بالنسبه للشورى ولا غير الشورى دكتور بالنسبه للبرلمانات هل يمكن ان نستعيض بالبرلمانات عن اهل الحل والعقد يعني فقهاءنا يذكرون اهل الحل والعقد ان هم يسمون برلمانات حقيقه ليس الخلاف ليس على الاسم اهل الحل والعقد اهل الشورى برلمانات او لا المهم مضمون هذه البرلمانات اذا كان هذا البرلمان قائم على الصدق واختير اناس يعني في حقيقة قمة في الأخلاق وفي خدمة أوطانهم إذن ولا يخالفون الشرع ولا يخالفون, يخالفون الإسلام إذا ما المانع حقيقة أن نسميه برلمان أو نسميه مجلس شورى المهم النتيجة نعم. المهم النتيجة أن لا تتعارض هذه البرلمان مع شيء من الإسلام من الدين نعم, نعم. دكتور بالنسبة للنظام السياسي الاسلامي هل هو توقيفي يعني لا يجوز ان نخرج عنه مؤطر ضمن انظمة محددة ام انه مفتوح للاجتهاد والتطوير والتجديد؟ حقيقة الله سبحانه وتعالى امرنا بالشورى نعم وشاورهم في الامر قول الله سبحانه وتعالى وفي, وفي آية اخرى وامرهم شورى بينهم نعم اذا امرنا بالشورى اذا الشورى جزء من الاسلام ولكن كيفية تطبيق الشورى مم. آلية تطبيق الشورى لأن الحياة متطورة وبالتالي مشاكل الحياة متطورة قد قبل قرون اتخذوا أسلوبا مناسبا في الشورى مم. ولكن اليوم نحن ممكن نتخذ أسلوبا آخر ولذلك لا توجد عندنا وسيلة واحدة في اختيار الأشخاص فالله سبحانه وتعالى كان لنا الباب مفتوحا أن نجتهد في الاختيار مم. يعني هذا ما فعله الخلفاء الراشدون نعم 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 كل واحد اختلف طريقة التولية عن الآخر يعني أما تعيينا يعني أو اختيار يعني مثل ما تقول يعين ثم يأخذ رأي الناس يعني ففي ذلك الوقت كان ذلك الأسلوب مناسبا أما قد يكون في وقتنا أسلوب آخر لأنه لكل وقت وكل زمان أسلوبه نعم ما هو السبب ان بعض المعاصرين يعني يتعنت في ويتخذ موقف سلبي وموقف المجابهه للانتخابات ولا يقتنع بها؟ ما هو السبب قد يكون موقفه صحيحا لان الانتخابات في العالم العربي اقول على الاغلب مزوره يعني كل شيء مزور في العالم العربي والانتخابات مزورة فالناس حقيقة يعني من حقهم أن لا يذهبوا إلى الانتخابات لأنه يعرف أنه رأيه سيزور يعني يقال انه مره واحد في سوريا ذهب الى اجبروه وذهب الى الانتخابات فذهب فقال لا بدل ما ان يكتب لا نعم قال لا قال خرج عندما رجع الى بيته قال والله لزوجتي قال انا والله كتبت لا قال له كيف تكتب لا الان يمكن يعتقلوك او قال خلاص أرجع اصحح فعندما رجع الى اللجنه قالوا لهم يا جماعه انا اخطات كتبت لا قال نحن صححنا وكتبنا نعم إذا القضية كلها يا سيدي الانتخابات في العالم العربي فبركة العالم العربي no. وذاك أقول من, حق من حق الناس أن لا يؤمنوا بهذه الانتخابات وأنا كتبت حقيقة قلت الأنظمة العربية في الجمهوريات أنا أتحدث عن الجمهوريات العربية حقيقة no. أنظمة زورت كل شيء يعني ما تركوا شيء إلا وزوروا وزوروا الانتخابات من ضمن أنهم زوروا الانتخابات حقيقة وهذا معروف يا سيدي نعم no. uh, دكتور يعني يوجد ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بما اتقى ونهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن السؤال الاماره فالذي يرشح نفسه يعني كيف يخرج من هل يقع ضمن النهي ان شاء الله هذا السؤال نسمع منك الاجابه بعد الفاصل ان شاء الله اعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا نرحب بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه ونعود لحوارنا مع الدكتور حسين عبد الهادي في موضوع العمل السياسي والانتخابات والبرلمانات. دكتور حسين قبل الفاصل كنا نسال عن لا تزكوا انفسكم يقول الله سبحانه وتعالى لا تزكوا انفسكم ونهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن ان يتولى ان يطلب الانسان الاماره. كيف نوفق بين هذا وبين من يرشحون انفسهم؟ حقيقه إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين هذا الشيء لأن الإنسان عندما يطلب الإمارة وهو ليس أهلا للإمارة ممكن حقيقة يعني عندي يعني يعني يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى ما قام بأداء الواجبات إذا من هذا المنطلق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول للناس أنه لا تطلب الإمارة لأجل هذا الشيء ولكن في الحقيقة عندما أنا أرفض الإمارة وأنت ترفض الإمارة طيب من سيقود المسلمين إذا لابد حقيقة أن نطلب الإمارة لأجل مصلحة المسلمين لأنه لابد من هذا الشيء ويوسف عليه السلام طلب الإمارة وغيره حقيقة طلب الإمارة أما إذا كنت أطلب الإمارة لنفسي لمصلحة شخصية للجاه للزعامة هذا حقيقة طلب لا يجوز لا. أما إذا كنت أطلب الإمارة الخدمة. لمصلحة الناس لخدمة الناس فما في أي مشكلة دكتور ما حكم رفع الشعارات الإسلامية أثناء الحملات الانتخابية هذا ينتقد كثيرا من العلمانيين يقولون أنتم تتاجرون في الدين أنتم ترفعون الشعارات وتستعطفون الناس معكم ما حكم رفع هذه الشعارات والله كما قال الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين هم علمانيون فليرفعوا شعاراتهم العلمانية ونحن إسلاميون نرفع شعاراتنا الإسلامية ونترك الشعب يختار يختارون أو يختارهم اما ان يمنعونا من ان نرفع شعارات اسلاميه طيب من اي باي حق انا مسلم وادعو الى الاسلام نعم واريد ان اطبق الاسلام اذا لا بد ان نبين للناس ان اريد فعلا تطبيق الشريعه الاسلاميه نعم فعندما هم يمنعونني اذا هنا هنا هم يتناقضون مع الديمقراط الديمقراطيه التي يدعون اليها ومع الاسف هم يدعون الى الديمقراطيه وهم يخالفون الديمقراطيه نعم اذا من حق كل انسان ان يرفع شعار الذي يناسبه انا كمسلم في بلد اسلامي نعم. اذا من حقي ان ارفع شعار اسلامي وليس من حق الاخر ان يمنعني اذا هذه هي الحريه وهذه هي الديمقراطيه ولكن مع الاسف هم يرفعون الديمقراطيه شعارا ويخالفونها عملا ممارسه تماما نعم دكتور انا كناخب ما هي الصفات التي ابحث فيها عمن انتخبه؟ عن الصفات المفضله ابحث عن الاتقى عن الانقى عن المتقن لعمله بغض النظر عن دينه وانتمائه ماذا تنصح الناخبين الايه القرانيه بينت خير من استاجرت القوي الامين يعني لا بد من صفتان تتوفران في الانسان الذي تنتخبه اولا الامانه ان يكون امينا يعني مع صادقا مع الشعب لا يخون الشعب إيه لا يكون مغرورا لا يكذب على الشعب إذن أن يكون في أمانة ثم القوة يعني الكفاءة أنا اخترت هذا الإنسان إذا ما عنده كفاءة ما عنده قوة بدل ما يصلح بده يفسد إذن هنا حقيقة أقول الانتخابات أمانة والذي ينتخب الآخر عليه هذه شهادة أمام الله سبحانه وتعالى أنا أنتخبه يعني أقول أن هذا إن هذا الإنسان هو الإنسان الصالح الذي سيفيد المسلمين الذي سيغطي المسلمين نعم. فانت عندما تختار انسانا إن وهو غير صالح فانت عرّضت نفسك لعقوبه من الله سبحانه وتعالى لانه هذه شهاده نعم. ولا تجوز شهاده الزور وهذه تكون عندما تنتخب انسان نعم. غير تعتبر شهادة, شهاده الزور حقيقه نعم, نعم. دكتور احيانا عند يعني فتح باب الترشيحات وكذا نجد تنافس بين الاحزاب الاسلاميه مم. على نفس المقاعد تقريبا احيانا نجد ضمن الحزب الواحد اكثر من منافس أو الإسلاميين أكثر من واحد نعم. ما رأيكم بهذه الظاهرة؟ والله لا توجد مشكلة يعني الإنسان عندما يقدم برنامج للناس نعم. وهو كفء لهذا الشيء لا, لا توجد أي مشكلة حقيقة أن يتنافس مع الآخر أنا أقول يعني في المستقبل حقيقة يجب أن يكون التنافس بين الأحزاب على أساس برامج وليس على أساس شعارات نعم. فأنا عندما أقدم برنامج للشعب وأخدم الشعب الشعب سيختارني نعم. اما المشكله في العالم العربي اليوم على اساس الشعارات مم. وليس على اساس البرامج. انتم تطالبون ببرامج يعني برامج عمليه. عمليه نعم. مم. فانا قناعتي عندما الاحزاب تدخل البرامج العمليه ان الشعب سيميز بين من يخدم ومن لا يخدم. الى يعني ان تجربه اردوغان في تركيا. مم. حقيقه هو عمليا خدم الشعب التركي. مم. يعني فالشعب التركي اختاره. اذا اذا كان هؤلاء يعني ينافسون الاسلاميين اذا نافسونا بالبرامجكم العمليه، نحن نعلم انكم حكمتم في العالم العربي وفشلتم اقتصاديا وسياسيا وعلميا ولم تنتجوا شيئا حقيقه. نعم. دكتور كلما يعني يطرح موضوع المرشحين والانتخابات لابد من طرح قضيه مشاركه المراه. ما حكم مشاركه المراه وترشيحها وخصوصا في عصرنا هذا المراه يعني اثبتت جداره وحضورا في كثير من المجالات. فما يعني ما حكم الشرع في هذا؟ حقيقة أنا أرى قضية المرأة قضية يعني ملفقة وإلا وإلا لها احترامها ولها كيانها ولها الحرية في أن تخوض الميدان السياسي والميدان الاقتصادي والميدان التربوي حقيقة لا حقها هذا والمرأة كانت في التاريخ الإسلامي كان لها دور يعني في التعليم وفي السياسة وفي الفقه وفي القضاء حتى بعد النساء وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجد نساء. نعم في هناك اقوال انه يجوز المراه ان تكون قاضيه آه بعد نعم. العلماء وليس كل نعم العلماء نعم. حتى ما نعم. نعم اذا اقول المراه حقيقه من حقها انه الله كلف الرجل وكلف المراه نعم. طبعا في تميز يعني تميز بين المراه والرجل كل حسب استطاعته ولكن في المجال العام هي كذلك مسؤوله عليها ان تدعو الناس الى الاسلام، عليها ان توجههم، عليها ان تخوض المعركه الانتخابيه، ما في اي مشكله حقيقه في ان تتولى المراه حقيقه ان تدخل في المجالس النيابيه، ما في اي مشكله يعني. نعم دكتور الان ننتقل الى موضوع المنتخب، يعني يعيبون على الديمقراطيه يقولون حتى يعني العوام الذين لا يعرفون شيئا ينتخبون، احيانا في امور يعني يعني ممكن هذه الشورى إذا استشرنا العوام في أمور خاصة حقيقة أنا لا لي رأي في هذا الشيء، أنا حقيقة أوافق هذا الشيء. <applause> أنه كما يقول تشرشل رغم أنه هدول اللي دعوا للديمقراطية وغيرها قال الديمقراطية أو يعني أهون الشر أهون الشر الموجود. يعني هم حتى هم لا يؤمنون بالديمقراطية يعرف فعلا فيها من الكذب ومن الدجل ومن ومن, ومن, ومن غير ذلك. فأنا أقول حقيقة الآن يعني هل من المعقول إنسان عالم مفكر رأيه مثل رأي إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ليس من المعقول حقيقة شيء آخر أخي الكريم هناك ناس من الناس الذين يكذبون على الناس يجمعون الناس ويدفعون ويشترون أصوات والجماهير الرعاه حقيقة يؤيدونهم فأنا أرى حقيقة يجب بالنسبة لعالمنا العربي والإسلامي إذا 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 استطعنا أن نوجد صيغة جديدة للإنتخابات ولصفه الصيغه او الصفه المناسبه للشخص الذي سينتخب لأن هذا الشخص الامي عندما ينتخب فلان هو لا يعرف لا السياسه ولا يعرف ماذا يريد هذا نعم. الانسان. أحياناً دكتور يعني ينتخبون مثل على الدستور نعم واحيانا يعني كما راينا في بعض الدول العربيه يوزعوا الدستور مزور وغيروا فيه ووزعوا بين الناس لا لا يقرؤون يا اخي نعم. فقصدي لابد نحن الـ 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 الديمقراطيه اخي وعاء نحن نملاه بفلسفتنا. بفكرنا الاسلامي. نعم. فكثير من الاحيان تجد بعض الامور التي في الديمقراطيه لا تتوافق مع قيمنا واخلاقنا. فنحن عندما ان شاء الله نحكم سنوجد شورى، انا اقول انا اقول شورى لانه مصطلحنا القرآني لازم نستخدمه. مه. نعم، والشورى قد يكون في انتخابات مثل الديمقراطيه ولكن شورى قائمه على الاخلاق وعلى الصدق وعلى النزاهه وعدم التزوير. نعم. دكتور على ذكر الحكم يعني هل يمكن للإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم أن يؤمنوا بفكرة تداول السلطة أو كما يتهمهم يعني العلمانيون يقولون أنتم عند حينما تؤمن يعني تمارسون الديمقراطية إلى أن تستولوا على الحكم وعندها تزيلون الديمقراطية و... والله هؤلاء هم يتهمون الإسلاميين بأنك إذا وصلت إلى الحكم لن تتنازلوا ولكن هذا القول غير صحيح نحن منذ أن خرج الاستعمار الحكم بيد من؟ بيده هؤلاء الناس الذين يحكموننا هل يعني اتجهوا نحو تداول السلطة هم يعني هل طبقوا يوم من الأيام طبقوا حتى يعني يتهموا الإسلاميين إذا هم متورطون في هذا الشيء فكيف يتهمونني أنا ما حكمت إلى الآن وكيف تتهموني وشيء آخر الآن أنا قلت تجربة أردوغان في تركيا خلاص حد وجاب أقل من الكذا يريد أن يعمل ائتلاف مع الاحزاب الاخرى او اذا ممكن قد يخرج من الحكم، اذا لماذا يتهمون الاسلاميين؟ هم غارقون في هذه الجريمه، فلماذا يتهموننا؟ هذا غير صحيح. دكتور يعني برايكم في سوريا المستقبل وفي الدول المقبله على الاستقرار ان شاء الله، ما ما طبيعه العلاقه التي يجب ان تسود بين الاسلاميين وغيرهم؟ حتى من علمانيين وحتى من الملحدين وحتى من شيوعيين. كيف ترون العلاقه؟ حقيقه نحن يجب يعني هناك الكثير من المشاكل في عالمنا العربي والاسلامي. عندنا الجبهه الداخليه ضعيفه جدا. عندنا تنافر ما عندنا حوار نحن نريد أن ندعو شعوبنا وحتى الذين يختلفون مع إلى الحوار وإلى إعلاء مصلحة الشعب ومصلحة الوطن وإلى أن نرجع إلى المبادئ الصحيحة فنحن حقيقة لا نغلق أبوابنا أمام أحد والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني أعطى الحرية للشيطان حتى للشيطان نعم يا سيدي ونجد الحوارات في القرآن الكريم نحن أخي الكريم إذا كان في حرية فلنتحاور أخي الكريم نحن لا نخاف من الآخر ولكن الآخر يسد الأبواب نقول, نقول لهم إذا فلنبدأ بنفتح باب الحرية ونتنافس في هذا المجال ونرى من سيسبق الآخر دكتور في حال وصل حزب اسلامي الى الحكم هل تنصحونه بان ينقلب على الدستور وعلى ال ويقيم شرع الله كما يقال كما ينبغي ام تنصحونه بالتدرج والتريث والتغيير المتدرج الهادئ يعني طبيعه التربيه وطبيعه الحياه لا بد من التدرج يعني انا عندما اريد اطبق برنامجي لا يمكن بيوم وليله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكه بقي 10 سنوات و13 سنه في المدينه، اذا بالتدرج طبق الاسلام ونحن كما نعلم اخي شعوبنا ابتعدت بش بشكل او باخر عن الاسلام نتيجه الجهل او نتيجه التضليل الثقافي او السياسي، فنحن نريد فعلا ان نبين لشعوبنا ان الاسلام هو الطريق الصحيح، اذا نحن نحتاج الى وقت ولكن لا نفرض على الشعب بالقوه ولا نقوم بالانقلاب انما بالحوار وبالاقناع. جميل دكتور هل يمكننا اعتبار المشاركة في العمل السياسي والانتخابات يعني ممهد لطرح الإسلام كحل يعني الانخراط بالعمل السياسي هو تغيير متدرج أعتقد ما حصل في العالم العربي والإسلامي كان يا أخي أقول من مخلفات الاستعمار مه. إن الأحزاب التي شكلت في العالم العربي والإسلامي شكلت وفق القواعد الاستعمارية وفق الثقافة الاستعمارية حقيقة نحن الآن ندعو إلى أن نعود إلى ثقافتنا كأمة عندنا ثقافه، عندنا تاريخ، عندنا قيم، اذا فلنعود الى ثقافتنا لنؤسس لثقافه جديده، لثقافه جديده اقول، حتى نستطيع فعلا ان يعني نخطو خطوات صحيحه نحو الحضاره التي كنا يوم من الايام اصحابها. السؤال الاخير دكتور ما رايكم بقاعده نعمل ضمن الممكن لتحقيق ما ينبغي؟ وهذا الصحيح. حقيقه يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا باستطاعتي ان اعمل واقنع الناس وبالحوار وكذا اذا ضمن الممكن ان نعمل والله وكما قلت لك يا الله سبحانه يقول ولا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لانه فعلا انا ما استطيع اغير العالم بيوم واحد اخي الكريم اذا انا الله كلفني وفق استطاعتي انا ولم يكلفني اكثر ما هو فوق استطاعتي إذن كل واحد منا ضمن الممكن يعمل وهو ان شاء الله له الاجر شكرا لكم فضيله الدكتور على هذا الطرح وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن متابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم